أعتقد بعد 10 سنوات نقدر نقول أن وصلنا بسبب الانضباط والتنظيم الإداري إلى مستوى يجعلنا احنا نفتخر بأن بعد 10 سنوات فقط من انطلاق أول دوري محترفين، اليوم دورينا أصبح في المركز الأول آسيويا لمدة 2 و3 سنوات متتالية. الحمد لله رب العالمين، هذا فضل الله ثم دعوات الوالدين ومجهود إخواني اللاعبين اللي وصلوا عمر لهذه المرحلة. أحب أبارك لإخواني اللاعبين اللي فايزين في الجوائز اليوم، واقول هاردك اللي بالنسبه لي انا مش خسرانين، لكن انهم ما كانوا فايزين بالجوائز يعطيهم العافيه، وبالعكس هذا حافز قوي انك انت تقدر تشوف هالاشياء الاجواء هذه، تشوفها ودك انك انت تشوفها كل موسم تكون متواجد فيها. انها جائزه رائعه وكبيره بالنسبه لي، تشعرني بالسعاده الكبيره. اود ان اشكر النادي لمنحي فرصه تدريب ناد بحجم العين، والشكر موصول للاعبين والاداريين والجماهير العيناويه الواقفه دائما خلفنا. هذه الجائزه تمنحني الشعور لتقديم الافضل في الموسم المقبل. إنها المرة الثانية التي أفوز بها بهذه الجائزة، وأنا فخور جدا بذلك. أنا لا ألعب طوال الموسم لأكون الأفضل فقط، بل ألعب لينال فريقي البطولات ويكون هو البطل، وبكل تأكيد فطموحي الشخصي أن أكون الأفضل دوما، فهذه الجائزة تعطيني الكثير لمواصلة التألق وبذل الأفضل. الجائزة هذه تعني لي الكثير، خصوصا أني متوج فيها للمرة الثانية، وهذا الشيء يدل على تكاتف ودعم زملائي لي في أرض الملعب، أهدي لهم هذه الجائزة. أنا سعيد جدا بهذا الموسم الكبير، حققنا فيه الثنائية، سعادتي كذلك لا توصف بجائزة الحذاء الذهبي وبترشحي للعديد من الجوائز الأخرى. شكرا للجميع. جائزة طبعا أنا مبسوط بها جدا وسعيد جدا بها، وبالذات للجمهور اللي هو اختارني، سواء من الزعيم العناوي أو الجمهور الإماراتي أو جمهورية مصر العربية أو أي حد اختارني، فأنا مبسوط جدا وبشكرهم جدا إن هم رشحوني للبطولة ديت للجائزة ديت، وبوعدهم إن شاء الله إن أنا مزيد من التألق إن شاء الله وأكثر، وأقدر أسعدهم إن شاء الله أنا وزمايلي إن شاء الله. التواجد بحد ذاته كافي في المكان، الحمد لله صراحة كل اللي فازوا يستاهلون، ونبارك لهم والحمد لله على الوجود في ضمن القائمة. أكيد الوجود شرف، إن شاء الله أهم شيء الاستمرارية إن شاء الله، ونرجع المرة الجاية إن شاء الله هني إن شاء الله. لو الفضل لله دائما على هذا الشيء، وبالنسبة لي أنا هذا الشيء حافز، وأنتهز هذه الفرصة أشكر كل إخواني صراحة، سواء اللعيبة والجهاز المساعد بالنسبة لي أنا، وأيضا مجلس إدارة اللي ساهموا في هذا الشيء لوصولنا لهذه المرحلة ووصولي أنا لهذا المكان، وإن شاء الله السنوات القادمة بالنسبة لي أنا تكون أفضل إن شاء الله.